هو الله سبحانه وتعالى يجدد ويكرر عليك النداء، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فالحمد لله باب التوبة مفتوح ما دام في الجسد روح ما لم تغرغر. لهذا يقول أنس في حديث عظيم، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى، وهذا حديث قدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني رحمة الله من المعاصي، نعم، من يعني من أنواع المعاصي، سواء كانت من الصغائر الكبائر الموبقات، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها. يعني إلا الشرك بالله الذي لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، فالله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك.